السلام عليكم. موعد مباراة المنتخب الجزائري والمنتخب العراقي في البطولة العربية لكرة القدم داخل الصالات 2022 التي تحتضنها دولة السعودية والقنوات الناقلة لهذه المباراة. يتواجد المنتخب الجزائري والمنتخب العراقي في المجموعة الثانية من كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات إلى جانب المنتخب المصري، وسيواجه المنتخب الجزائري نظيره المنتخب العراقي في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العرب للفوتسال يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 على ملعب صالة الهيئة العامة للرياضة في مدينة الدمام بالسعودية في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت السعودية إن شاء الله. ومن المنتظر نقل هذه المباراة على قنوات سي سي سبورت السعودية.